طبيعتها الذي من فرخانة هو ينتمي إلى قبيلة إيبوعنن، يعني إيبوعنانيين الذين يتواجدون الآن بترقع والشريعة وكذا في عارض وولاد محسن ومناطق أخرى متعددة، يشرفنا كثيرا أن نستقبله بعد أن خاضت تجربة عسيرة، تجربة ميدانية، تجربة اكتسب من خلالها خبرة في مجال التكوين الحقوقي والسياسي والثقافي، ساهم بها كثيرا في محطات قانونية وحقوقية متنوعة، متجاوزا بذلك جميع المآسي التي عاشها، واقترح له تصورات من خلالها اقترح تجاوز المرحلة العصيبة التي مر منها المغرب من أجل أن نبني مغربا جديدا يتسع للجميع حسب المصطلح الذي يستعمله أو يرغب دائما في استعماله. يشرفنا أن نستقبل هذا الشخص السي إسلام مطيب الذي رجع إلى الناظور من أجل أن يؤدي ضريبة الانتماء إلى إقليم الناظور، ضريبة الانحدار من إقليم الناظور ومن عمق الريف. إذن هو مستقبل الشباب، مستقبل المغرب الذي نريده لجميع شبابنا. لا أريد أن أطيل عليكم، فقط أريد أن أؤكد على نقطة هامة قبل أن أتلقى أسئلتكم والإجابة عنها من منطلق من الإخوة في المكتب المحلي كلفوني بالإجابة عن أسئلتكم باعتبار الناطق الرسمي في الحملة الانتخابية. حزب الأصالة والمعاصرة للإخوة والأخوات سيخوض هذه الاستحقاقات بشعارات ثلاث: الثقة، الكرامة، والازدهار، تقوية الاقتصاد من أجل الازدهار. أيها الإخوة والأخوات، تعلمون جيدا أن جزء كبير من أبناء هذا الشعب سحبوا أو كادوا أن يسحبوا الثقة في المؤسسات وفي المستقبل. رهاننا الأساسي هو أن نعمل جميعا من أجل إرجاع هذه الثقة إلى المؤسسات بجميع مستوياتها، بجميع امتداداتها وبجميع أشكالها. إرجاع الثقة في المستقبل رهاننا الثاني والأساسي. تعلمون جيدا أيها الإخوة والأخوات أننا نشتغل في إطار سياق خاص جدا، سياق المتوسط بشماله وجنوبه الذي يغلي، ونحن بوابة هذا المتوسط. جنوب المتوسط التواق إلى الديمقراطية، إلى إبادة، وهذه الكلمة وزنها كثيرا، إلى إبادة من احتقرنا، احتقر شعوب الجنوب المتوسط واحتقر ذكاؤهم الجماعي. في شمال هذه البحيرة الرائعة هناك اضطرابات خطيرة جدا، وهي اضطرابات الأزمة الاقتصادية. وإذا حسبنا حساب الأزمتين معا سنجد أن لدينا ما يمكن أن نضيفه كبصمة لإنقاذ هذه البحيرة الجميلة جدا.